يقول سماحة الشيخ، ينشر بعض الناس على الإنترنت أنكم تحذرون من المتخاذلين الذين خذلوا الإسلام، وقال منهم الشيخ ربيع المدخلي، فما هو ردكم على هؤلاء الذين يفترون الكذب على العلماء وعلى أهل العلم؟ وما نصيحتكم للطلاب الذين ينشرون هذه الأقوال؟ نصيحتي للطلاب أنهم يطلبون العلم ويتركون هذه الأمور، لا يدخلون فيها ولا يقولون قال فلان وقال فلان، لا بالإنترنت ولا بغيره، يشتغلون بطلب العلم، معرفة الحق والعمل به، ويتركون أقوال الناس، تخطئة فلان وتصويب فلان، هذا ما هم من شأنهم، شأنهم طلب العلم، معرفة الحق والعمل به.